مالي أراك حزينا ولكنك مهرج. ألا تعرف من هو المهرج؟ هذه مسألة بسيطة، الآن ستعرف من هو المهرج وماذا يفعل بالتحديد. هذه هي الموسوعة، هل تعرف ما هي الموسوعة؟ الموسوعة هي كتاب يعلمك شيئا عن كل شيء، مثلا طعام الأسود، اسم عاصمة الأردن، أنواع الزهور البرية. فلنبحث الآن عن كلمة مهرج. مهرج مهرج ها هي. المهرج هو شخص يرتدي ملابس مضحكة. ويلون وجهه بأصباغ تبعث السعادة. وتقول الموسوعة إن بعض المهرجين يتقنون الحركات البهلوانية. وأخيراً تقول الموسوعة إن المهرج يضحك الناس. نعم، المهرج يسعد الناس.